يسعد صباحكم عن جديد. بيجمع بين الفن والموضة وبيحتاج لدقة بالشغل والرسم، ممكن من خلاله نستفيد من القطع القديمة يلي عنا ونجددها ولكن بطريقة فنية. عم نحكي عن الرسم على القماش وتحديدا المخصص للملابس. عن هالموضوع صارت معنا خبيرة الأعمال اليدوية منال برنجكجي، وأكيد صار موجود أيضا مع ورد لحتى يورجونا القطع المميزة يلي موجودة معنا لليوم. صباح الخير مدام، أهلا وسهلا فيك صباح معنا. صباح الخيرات. شكرا يا رنا، يسعد صباحك مدام، أهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي عن شيء بيمزج بين الفاشن وبين الفن وبين الموضة، يعني قديش حلو اليوم لما نرجع نعيد تدوير قطعة معينة أو نضيف لمساتنا الخاصة على قطعة نحن منحبها لحتى تعطيها روح أكثر. بداية، الرسم على القماش عنا ببلدنا دارج شائع هذا الموضوع؟ أكيد، هو عالمياً هلأ في بصمة للقطع أنه يكون الهاند ميد طاغي عليها، مثل ما تفضلت، إما أنه نعمل يعني تدوير للقطعة بمختلف أنواع القماش، أو أنه القطعة جديدة بس نعمل فيها خصوصية تميز أنه نحن عاملين شيء مختلف. طيب، ما له موجود عند الجميع. هون بيجي السؤال، شو القماش اللي بينرسم عليه؟ في قماش بقول أنا أنه ما فيني أرسم عليه؟ هلا أكيد كل ما زادت نسبة البوليستر بقلب القطعة فهي ما بتتقبل تغب المواد زيادة، بحاجة إما طباعة أو هي الفابريك بيكون من الأساس مثلا عليها الرسمة كذا. في يعني طريقة صارت نوعا ما المعمل هو الاختصاص ومو نحن كحرفيين. تمام. طبعا نحن عنا ألوان خاصة للرسم على الأقمشة بغض النظر مثلا شو الماركة اللي بدنا نستخدمها، ولكن أكيد. شو طبيعة هاي الألوان بتكون؟ هلا هي أغلبها نحن يعني يلي بتكون طيعة معنا يلي بتكون قابلة للغسل هي الإكريليك. هو الإكريليك ألوان يعني نوعا ما أساسها مائي، فنحن فينا نحلها بالمي شوية مي تماما ونبلش بقى نطبق. نحن فينا كمان إنه نتحكم بلزوجة المواد، إما سك مثل ما هي أو منرقق شوي بحيث أنه نعطي الموضوع للرسمة أنه مثلاً هيك ناعم منساب. وبتتحكمي بكنه اللون وبكثافته. أكيد أكيد. هو كانوا عم ترسمي على لوحة عادية 100%. هلأ هذا اللي نحن عم نتميز فيه أنه نحن بدنا نعطي انطباع أنه هاي القطعة مثل لوحة عاملة الخصوصية لل... طيب شو رأيك طالما عم نحكي عن القطع نبلش باللوحات المفروضة قدامنا؟ الجينز كتير لفتني، نبلش نشوفها على الشاشة مع المشاهدين. تمام. هلأ شايف كمان نوعية الألوان، صحيح إكريليك بس أنا عملتها أوباك، يعني كتيمة أنه ما مبين المسام، لازم المسام الخاصة بالدنم ما تبين عندي للمشاهد. حتى الطراوة يعني ما حتكون كتير قاسية، هي كمان الإكريليك اللي بيكون للقماش بيكون مطاطي. طيب وبينغسل؟ بينغسل مباشرة وما بيصير له شيء؟ أكيد، بس يعني نحنا في ظروف مراعاة للقماش اللي بيكون متعرض للألوان، بحيث أنه أنا بدي أقلبها على أفاها بحطها غسيل يدوي، أكيد ما تتعرض للتنشيف يلي ولا للحرارة. هلأ حرارة بالمقلوب نحنا بنكويها عادي، بالعكس بيزيد ثباتيته بالحرارة. تمام. طيب هاي على الجينز، بالنسبة للجينزات قماش تاني. بالنسبة لل مثل قطن على يعني قماش شوي شتوية كمان أرجيتكم إنه فينا نحن نرسم، فينا نضيف. هلا شوف يعني كطراوي، انا عم حسه مو الالوان، عم حس جلد مطبق مثل الجلد بتحسها. هلا هي لانه جديده كمان مباشره وقت بيجيها المواد الغسيل مع اللبس مع الكوي بتضل كتيمه خلص فاتت لقلب المسام، وبنفس الوقت يعني الشكل العام انا ولابسته كثير هندام مرتب. اوكي، رح نروح للنوع الثالث. هلا هون الساتان بقى، نحن هذا الساتان اللي بيحبوه كل السيدات. هو عنوان الانوثه. هلا هاد مثل جبونة فستان سهرة يعني نوعا ما، بس لسه مو مقصوصة. هلا نحن بس التنورة تبعه، هلا إذا بدي أفرده بده يطلع كتير كبير. أوكي. بس أنا أرجيتكم إنه الموضوع كيف بده ياخد مساحة. نوعية الإكريليك هون أنا كمان طبقته بطريقة إنه يكون رقيق شوي، كيف تمط المواد معي ممدد كتير ممددة، بس عملت كونتور مشان نوعا ما إنه ما نضيع الرسمة، يعني ما نحس حالنا إنه بدون حدود بدون حد. أنا بحب إجمالاً أني حدد نوعاً ما برسمتي إلا إذا كان إشار أنه نوعاً ما في مشكلة يتمازج الألوان مع بعضها. الشام القديمة هاي شو هاي؟ الكريب فيك أنت الترجمه حسب شو بدك. أنا لما برسم ما بحط مواضيع معينة بذهني، أنا وعم بسرح فيها، يعني هاي من ميزة الرسم أنه نحن منطلع
منطالع اللي جواتنا، من نطلع عن الروتين. بتعمل شيء هلا تقريبا فينا نقول كريب او هيك شيء، نقول له كريب. هذا بيجي مبرغل شوي. كمان طريقه الرسم، نحن مو بس اختيار الالوان، طريقه الرسم بتكون بطريقه التابينج، تطبيع بالفرشايه. بدها تجي مثلا اني انا عم ملون بدي اعطيها مثل تربيته يعني عليها تاتشات هيك، لانه الكريب ما بياخذ اللون بشكل انه انسيابي، ما بيمد اللون، لا لانه هو طبيعته خشنه شوي. فبدنا نضطر نحن نلعب على الالوان لتعطيني بعدين حتى كنظر انت عم تحسها كانه شيء خيالي 100%. هيك علاء الدين والمصباح السحري. احنا قد ما بدكم نروح للديزني لاند. طيب هلا هون عند الاطفال، هلا هون كمان القماشه قطن بيور، فيها شوية الليجرا. كمان نحن عم نرسم بدنا نشوف إنه ما حطها أنا وقت بدي شدها، ما بشدها إنه بحيث القماشي مطمعي، لأنه أنا عم ألون خلصت الرسمة بتلاقي كله صار كرنش، المنظر ماله كتير مريح، الألوان فسخت معي، فنحن ما أعطينا المراد. مدام منال عم تعطيكم من خبرتها وقد ما هي جربت عدة مرات بالبداية طبعاً لوصلت لمرحلة الاحتراف، فعم تختصر علينا. هلأ لو ورجيكم إياها على الكاميرا كمان كيف إنه البنوتة هلأ بدها تنبسط كثير وقت تشوفها. ماريا اسمها، ف معمولة لماريا سبيشال إديشن هاي. أي أكيد. مثل ما قلت لك يعني هلأ هيك غسيل يدوي. طيب. تنحط. وممكن نضيف كمان حجار مثل ما هاي القطعة الأخيرة قبل ما بلش الشغل. هلأ هون كمان غير قماش نهائياً، يعني فينا نقول شيء قريب على الكريب بس فيه نسبة بوليستر. نحن ما كتير مثل ما قلنا ما منكتر قماش فيه نسبة النايلون، لأنه بدنا نحن يعلق اللون بحيث أنا وقت بدي أغسل ما تكسر المواد تنزل مني. محضرين نموذج صغير لحتى نطبق قدام المشاهدين. هلأ أنا هون كمان ورجتكم طريقة أنه هلأ أنا القماش كمان نوع حنقول غير كل هدول، هذا المخمل. كمان أنا وقت اللي بدي أرسم عم بعمل تمويج، عم دخل الألوان بقلب بعضها وأترك اللون الأساسي، يعني مثل نوع من الغموض يعني بالرسمة. أنا هون عملت جزء، عملت بالكونتور. يلا نكمل. في ناس بتشف مثلاً بتحب ما لم تأكد من الرسمة فيني شف. هلأ هذا مخمل على كحلي غامق. كحلي غامق. فلذلك أنا ما بدي أطلص ألوان، بدي طالع اللون الأساس وأدمج معه. هلأ هون مشتقات الأخضر بدرجاته، شوية أبيض حطيت، عملت القسم بس بشان المشاهدين ياخذوا فكرة إنه كيف دمج اللون. صحيح. آخر الشيء بنعمل بالكونتور بتكون نشفت المواد 100%. نحن ما فينا نبلش بكوش تاني إلا لما بكون شوية نبلا. أنا فكرت إنه مندمج ب عبوة مي ولون. هلا كمية قليلة أنا عندي. إذا ما حبينا نكتر فمنبل الفرشاية. أكيد. هلا شوف هلا بطريقة لون. مثلا أنا حطيت هلا فيني أنا أقول لهم للمشاهدين إنه إذا حبوا بحط لهي الوردة البتلات نقطة نقطة على الماشي من وبمدن الأحمر شو نقطة أورانج ذهبي وبلش أدمج أنا. لما بدمج هلا بتلاحظ ما بتغب بزيادة لأنه المخمل فيه له كتير مسامات ووبر 100% نوع من الأقمشة يعني. أيوه يعني مثل النايلون، فما حد تعطيك الإفكت إلا لتعمل كوش ورا كوش، ما حتندمج معي. هلا عملنا شوية أحمر أنا بسشان بس ناخد أورانج شوي نقطة صغيرة مثل ما قلنا. قديش بده يكون الدائرة اللونية حاضرة بذهنك؟ الألوان اللي بتتجانس مع بعضها حتى لو غلطنا ما في شيء اسمه صح وغلط بالرسم إلا بال هي أزواق بالمبادئ ما فيني غير. إذا السيدة أو الصبية أو حدا عم يشتغل هيك مبتدئ خربط شو بيعمل؟ هلا فينا نحن بالمي والكحول شوي بالشقفة قطنية مثلا بمسحها ممكن انه بس بدنا نلحقها فورا طبعا طبعا قبل ما تثبت. هلا مثلا هون مشحت معي بضل باخذها وبجيبها او بحط كوش ثاني تعطيك تمويج، هون غامق هون فاتح. انا عم حاول قدر الامكان انه البنات اللي اول رسمون انه ما يحسوا الشغله صعبه. انت فيكي تعملي الطريقه يلي انت بتناسبك بس. طيب في فرشايه معينه لازم تستخدمها؟ ها بالنسبه للمائي الاكريليك او القواش او هالقصص هي نحن بناخذ البنسو او الفرشايه تكون ناعمه الى رقم معين. ما في الرقم هو بيتحكم بالسماكه يعني. أوكي. انا مثلا او الشكل معين، انا هون شكل الدمعه بناسب انه انا عم بشتغل بهالسلاسه. عندك المبسطه
تعطي الحدود المستقيمات مثلا، بدي ارسم مستطيل، بدي تعيني لانه هاي ما حتعيني. طيب. اكيد بس نذكر بالخطوات الاولى، نحن بنرسم الكونتور نرسم بالبدايه تماما او بقلم عادي يعني. انا مثلا غامق قلم ابيض او قلم اصفر يلي هو، مشان اذا بلش خربطت بقدر بمسح بعدين بحط الكونتور. اما انا يعني لاني انا اخذ ايدي مثلا فورا بحط الالوان، بس انا حبيت اوضح للمشاهدين انه كيف الخطوات. هلا نحن مثل ما قلنا مالي مضطرة، الزهرة كل ما كانت طبيعية أقرب للطبيعة، رب العالمين ما خلق لون واحد بقلب الزهرة، في تدرجات لون، تدرجات. فنحن يعني منحاول قدر الإمكان منحاول أكيد يعني أنه خلق رب العالمين ما حيطلع بإيدنا نحن نعمل شيء، ولكن فعلا قطعة مميزة. ممكن مثلا حابة السيدة تحط لمستة على، لا أنا عم بعمل هيك لولا ده مشان السهولة انه حتى تعرف انه انا لو ما شو ما كان ما في شيء اسمه خربطت، انا عم بدمج لانه هذا انا مشكلة بس المخمل انه بده طبقات لتنشف لحتى ترد انا اعمل كوش ثاني. طيب لينشف. اخذنا فكرة للرسم على الأقمشة بمختلف انواع الأقمشة وبمختلف الالوان المستخدمة. شكرا لابداعك يا مدام، انا شاكرة تواجدي معكم وان شاء الله اكون توفقت اني اعطي فكرة بسيطة. اخذنا فكرة حلوة خاصة بظل الظروف اللي عم نعيشها، يمكن شراء قطعة جديدة صعب هالايام، فبنرجع لا واعطيتكم فكره انه نحن بالرسم عم نطالع شيء حلو موجود، يعني ما في انسان ما عنده طاقه ايجابيه بداخله. بنتسلى بهالقعده بهالبيت. شكرا لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيك، نرجع لعندك. يعني شكرا كثير لكم، يعطيك العافيه مدام منال، يعني فعلا كل قطعه لوحه فنيه.